اليمنى قادران على صناعة العجب دائما لمصلحة نادي التحيل. الهدف الأول لنادي التحيل، الطوفان يعيش في هذه اللحظات ويسجل الهدف الأول عن طريق رابح بوسافي في وقت الحديث عن خطورة ثنائية رابح وأحمد الأسباعي. الثنائية تحضر في هذه اللحظات ليحضر الهدف الأول، لتحضر البداية الأولى في هذه المواجهة، ورابح يبصم عن البصمة الأولى في هذه المباراة بهدف مميز وجميل. شوف التسديدة كيف كانت، الأوفسايد لم يكن حاضرا، حضرها أحمد الأسباعي ليتم رابح في الشباك ليسكن رابح في المرمى، وبالتالي يعلن عن تقدم دحلاوي في هذه المباراة. رابح والمتابعة، رابح والاستمرارية، رابح والحضور من دوري قطر غاز في موسمه الثالث. والشوط الأول فرصة خطيرة والهدف الثاني، الهدف الثاني مع البداية لنادي التحيل في وقت البداية وفي وقت الانطلاقة. التحيل يسجل الدوبلي ويصل للمرة الثانية في هذه المباراة عن طريق اللاعب ياسين الفريد. لم ننطلق بعد، لم نبدأ بعد، التحيل يسجل وسط خطأ دفاعي فادح من جانب دفاع نادي الريان عن طريق ياسين الفريد. فريد من نوعك يا ياسين، شوف التصويبة اللي عادها الحارس أحمد حسن، والمتابعة كانت حاضرة من ياسين الفريد. سيناريو جميلة جميلة، رائعة 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 رائعة، مميزة خطيرة دائما لمصلحة نادي الريان. فرصة خطيرة، جول جول من أروع ما يكون هذا الهدف، من أجمل ما يكون هذا الجول. البديل أحمد الجلام يبدل ويغير معطيات الجولة الثانية. شوف الاستلام، شوف الاستدارة، شوف التصويب. الله 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 عليك يا أحمد، ما أجمل قدمك، ما أروع تصويبتك، ما أبدع تسديدتك في شباك الحارس شهاب الليثي. هدف جميل ومميز، دائرية 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 ملولبة، لم